This, i.e. this Quran, is guidance, from error. And those who disbelieve the revelations of their Lord, those who disbelieve in Muhammad, Bu, and the Quran, i.e. Al-Nadr ibn al-Harith and his host, for them there is a painful doom of wrath, for them there is a painful punishment. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. And from his narration on the authority of Ibn Abbas that he said in the interpretation of Allah's saying, Ha. Mim, Ha. Mim, he says, he has already decreed that which will happen, i.e. he has made it plain. The revelation of the scripture is, this scripture is a speech, from Allah, the Mighty, in retribution against those who disbelieve in him, the wise, he enjoined that none should be worshipped beside him, and it is also said that this means, the Mighty in his dominion and sovereignty, the wise in his command and decree. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لنجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Lo!
In the heavens, in that which is in the heavens of sun, moon, stars, clouds, etc., and the earth, and that which is in the earth of trees, mountains, seas, etc., are portents, are signs and lessons, for believers, who are true in their faith. And in your creation, in the transformation of your states, one state after another, there is also a sign and lesson for you, and all the beasts that he scattereth in the earth, and also in all the things that he created with a soul, are portents, signs and lessons, for a folk whose faith is sure, for people who believe. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون And the difference of night and day, and in the alternation of night and day, the increase and decrease of their duration, their coming and going, are a sign and lesson for you, and the provision that Allah sendeth down from the sky, of rain, and thereby, by means of the rain, quickeneth the earth after her death, after her dryness and exposure to drought are also lessons and signs for you, and the ordering of the winds, right and left, north and south, as a punishment and as mercy, are portents, signs and lessons, for a people who have sense, for people who believe they are from Allah. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. These are the portents of Allah which we recite unto thee, Muhammad, Gabriel brought them down to you, with truth, in order to show you right and wrong. Then in what fact, in what speech, after Allah's speech, and his portents, and his scripture, and it is also said this means, and of his marvels, will they believe, if they do not believe in this Quran? Woe, severe punishment, and it is also said that this means, a river of blood and pus in Gehenna, unto each sinful liar, the reference here is to Al-Nadr ibn al-Harith. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Who heareth the revelations of Allah, who hears the recitation of Allah's verses, recited unto him, explaining the commands and prohibitions, and then continueth in pride, in his disbelief too proud to believe in Muhammad, Bull, and the Quran, as though he heard them not, as though he did not understand them. Give him, O Muhammad, tidings of a painful doom, and so he was killed in captivity on the day of Badr. And when he knoweth, and when he hears, aught of our revelations he mocketh it a jest, a mockery. For such, for people like Al-Nadr ibn al-Harith, there is a shameful doom, there is a severe torment.